ولكن ما فيها باس انه السام جمع من اجل لان دعاء لان الدراري الجاي مش صحيح بالنسبه لي الامور اللي وقع مؤخرا بانه الاعلام العنف اصلا الاصل القاعده ان العنف مدان كيف متى استعملوا لي انه العنف يبين القصور والضعف من مستوى العقل المحجز المسائل المحجزه الفكريه. قبل ما اتخلص الموضوع باش نطويز نقاط مهمه جدا. هي منتخبين كاحزاب سياسيه في اطار دوله مغربيه دستور وما الى ذلك. ولكن الاشكال ليلا وصراحه حقيقه بكل صراحه لانه في الغايه يظهر الإشكال خطر فيها. أولا هو أنه تقادف الاتهامات أحيانا تتم تستعملها مجانا لأنه ديتين وتخيل الحزب السياسي ديت مرة السياسة إذا هذا عميل المخزن كما هو سي بوش سي بوش عفاك غير ما يتوكس لا غير هادو غير هادو نجبد لا غير ما يتوكس لا لا عفاك سي بوش لا اسمح لي اليوم الإشكالية خطر من التعاني الدراري الجنوب الشرقي على مستوى الموقع المدني أنه الدولة يجب عليها حماية جميع المواطنين والأمن مسألة دستورية فرضة من الدولة لصدد تحمي الطلبة لأنه الشغل والتعليم حق من حقوق المواطنين والأمن فروض على الدولة وفق الدستور الحالي باش تضمن جميع المواطنين كيفما كان إن سيرة الثقافات سيرة سيرة الجنس سيرة اللغة سيرة سيرة الأمن مسألة خط أحمر في علاج الإشكال اللي وقع في علاج القتل يا 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 ما عندي في اللاتفي ست من الأحوج اللي ضمن يسمى اللي هنا الأمور اللي هي خطيرة جدا باش هو كيف حال كنسبيا الأسلحة واللي هو اصلا امتداد لمعركه من يزن هو الخلق هو مسلسل مستمر اعداء الوطن اتحدى جميع الاسلحه من اجل الوطن ولكن اي لا يكفينا لانه اليوم المطلب الجدي والقوي جميع الاطياف السياسيه ولا المدنيه والنقابيه الجنوب الشرقي هو جامعه للجهه للمنطقة بجميع التخصصات جميع الأطرس أو الركني لا يشرد من رد أبدا خاصية أنه تحت بيدي نهر إذا أتقل صباح تشتر بيت سنفيت يمشي نهر لك لنا إلا لا يمشي نهر لك لموالي جهدنا لك لجهدنا بالتالي يمكن تبتيني لأنه أنا الأول باش أنا ألق ماشي خصني نروح لغيريا لأنه داخل ماشي سيادي لا لأنه في إطار مدني سواء إن لم إطار مدني لا في إطار مؤسسات في إطار سياسية مرحبا الناسي ناسي الملف ناوي صدر تناقش في إطار تناقش في إطار مؤسسات شرعية تناقش في إطار الأسئلة الحكومة في إطار البرامج في إطار لقاءات الوزراء نزل أي ثمانية في حدود الاختصاصات المؤسساتية مرحبا هذا واجب المسؤولية ماشي أجمل واجب نخدم من غير هذا السبب لانه هو صديق اللي نكتب في الاحزاب السياسيه اذا تبدا الاحزاب السياسيه تكون هسه خصك تصبر وفعلا ما انه في راسي لان ايش فعلا مغياز بلا لا تورطيت الاجندات الخاصه من غير تحقيق السياسه لنا وعرفنا ان التاريخ قد يصبر نهائي البيت
بالنسبه للنسبيه المخيط من التحرك الفوري في الامن الجنوب الشرقي فعلا امن التصميم الدوليه اليوم الرواتب جاب الاطفال جاب الابناء كل يوم انا والله يدرس المواد التي تسمى يدرس المستحيل يدرس الطريقه الجاب يدرس سيتا كثير شباب يعني غير شباب تقليدي فعلا تقليدي ولكن المعطيات غير اعتقد انه غير بالنسبه للدليل الجنوب الشرقي هو انه التحليل للمستوارات الجديده للفكر الجنوب الشرقي تبدل جميع الاوضاع ترتبط بعضها ببعض وانا لست هنا باش ادير بانه يخسر منه ما يتسكر وإن فرانك لابور قال لي أنه أتأسف أنه لابور لو داخل الطبقة السياسية المغربية أي سوء داخل من الأحزاب لكن تريد مقتل الطالب الصحراوي نفس الخطاب داخل تريد من تدو وهي ذلك الدوري هي الدروس باش أنا أريد أي سوء الطبقة السياسية لا إذا ديك نقاش حتى يصور غير إطار الكيلة ونفس الشيء في ربما لان جميع الاحزاب هي اشكاليه انك تعاني من الجورنالز وانه هي البلاد ديال العراق وعيا اللي تعتبر الفلوس اللي تهدف فيها رغم انه الوطن وخير دليل هو مقتطفات الخطاب الملكي المادي ديال المغرب اللي تبين بانه ما يكون الولاد اللي غير الماتي ما مغربي ما غير تركي مش تركي ما مغربي غير خوش الصوان ابقى دولي المغرب تركي ويدي وكني الحل هو دولة تصدى الكثير الأمن وتحضر الأمن وتصدر المشاهدين في أحسن ظروف بأي وسائل تدعو الإخوان كمدة كرسة إعجابية السيد والد جهة على مستوى المسؤولية الأحزاب السياسية الأربعة لأنهم في الوقت نفسه يعتبر النقاش بتطرق أصلا السيد السير في امتياز نقاش الحكومة يولي الجهة يولي الأمن الاقتصاد مهم التحرك على الأسرة المؤسساتي من أجل الإحسان والإنشراح بخنا بأنه يدرك الفلبين حتى من خارج التغازية أو القازية التي تشتغل في الغازية إذا ليس الإشكال اليوم الإخوان يجب أن نقش مثلا يجب أن يكون ناشطين مدنيين يجب أن نقش يسمى فن مستقرة التصور الظلمي ولكن ما هو أهم هو أن نقل التي سويت الإشارة في المكان غير الباب والغيادي بالفضل ولكن هذه الخريطة تقول فتح 33 لربما يضحي مثلا قوانا يعيبوا في الأغلب يقول شيء في المنطقة وشيء يقول ولكن في المقاف في سيتي بدو وغادي سليم إذا أنا أخلص يلنا من أجل كرمة لأن شرط لنا اليوم دولة في إطار مسؤولية على الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير الطلبة جميع المواقع بصفة عامة مش هو غير قال لي بدون ما قال لي غير بما فيه مراكش لأنه مريكان أمن السياد الإشكال الأمن الواجب المستشكل مراكش عمر خلق قد يقولوا بعية خلال هنا رغم أنه بالنسبة نقل سيو كادرس مراكش مش هدي طلبة يعني عملية إلا الدعم الخليجي فعلا دائرت في ارتباطاته مع الشروط التي أنا وصلت في إطار المنظمة الكفاية في إطار مهمية في العدد العمليات اللي يدور الناس أكيد أنه في عملياتها أكبر مما نتصور ماشي غير فقط أربعة الصحراء اللي أربعة العيون اللي كنا غادي نتكلم ولكن العملية يمكن أكبر أكبر مما نتصور رغم أنه المعطيات المغربية مخزونة ماشي مزال النقطة الأولى وهي إحداث جامعة لجميع التخصصات على مستوى جهة الرعاية في البلاد سواء موحدة أو لا مقسمة بين
أطراف كليات المتعددة في اختصاصات المختلفة النشطة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو الشكل. يعني المراسلة من الجهات العملية للأمن الأجهر على شكل خص البرلمان ديال المبحث كسوق مشترك اللي اقترح راسي هي الفكرة هي القاعدة 52. الإطار كما هو المراسلة لجميع الجهات لعقد لقاءات مع سيول الجهة تدعم مسؤول بالغاية